ويا مساء الخير حبايبي، اليوم راح اعمل لكم روتين تبييض للبشره اسبوعي، بالاسبوع مره تعملين هذا الروتين. شو راح تعملين فيه؟ راح يعطيكي نضاره للبشره لو جربتيه كل اسبوع مره واحده، راح تتفاجئي من جمال بشرتك وتفاجئي كل اللي حواليكي. مو بس يبيض، بس يشد الجلد ويزيل البقع الداكنه ويقشر الجلد الطبقة الأولى من البشرة. طريقتها كلش سهلة وبسيطة وإن شاء الله موجودة بكل بيت. ما عليكي حبيبتي إلا تحضرين المواد اللي أنا رح أحكي لك عنها. المواد سهلة وبسيطة بس بنفس الوقت ما بتنعمل فقط مرة واحدة بالأسبوع بالنسبة للبشرة، خلينا نقول الجافة. أما للبشرة الدهنية واللي مساماتها كثير واسعة كمان راح يشدها وممكن تعمليها مرتين بالأسبوع. البشرة الجافة رائع جدا جدا لك. شو بيعمل لك؟ مو بس يبيض لك، كمان حبيبتي بيعادل حموضة البشرة، كمان حبايبي بيوازن الجلد، بيخلي الجلد حبايبي بيكون مرن، يتقبل أي ماسك نحطه على البشرة، بيشد التجاعيد بشكل ملحوظ خاصة حبايبي حول التم وبين الحاجبين، وبنفس الوقت حبايبي للبشرة بيشد الذقن والرقبة كمان وحولين الصدر. حكيت كثير بس الوصفة تستاهل انه اعطي هاي المقدمة. قبل ما ابدي بالفيديو ان شاء الله كمان راح احكيكم على الوصفة اليوم اللي عملتها اللي لا شيخوخة بعد اليوم، الشيء الذي اثبت الدراسات اللي يقلل التجاعيد الوجه والخطوط بالبشرة من كريم اصلي 100% عملناه احنا على قناتنا. هذا راح انزلكم اياه هسه ان شاء الله. طيب الوصفة تبعتنا ام يوسف اعطتني مقدمة كثير طويلة وما عرفنا شو هي، وراح اعطيك اياها من عيوني حبيبتي. ما عليكي حبيبتي لا تخافون، انا هون وحتى لو انا اللي حستعملها هنا، انا خالطه اني رز حبايبي. راح ناخذ ملعقه، راح نسوي الوصفه فقط اليوم واحد، ملعقه من كبيره من الارز. ممكن تستعمليه حبيبتي لاني قلت يستعمل فقط يوم واحد، يعني دارت تكرريها الوصفه بالنسبه للخوات اللي بشرتهم دهنيه تكرريها بعد 3 ايام. زين هاي الوصفه حبايبي راح تنجني عليها وتنبهري ان شاء الله. شو حبايبي؟ زي ما انتم شايفين حطيت انا هون شو حطيت الارز. الارز لازم يكون منقعته، شلون قلت تاخذين رز ملعقه كبيره وتنقعيه اقل شيء يوم كامل. ضروري جدا الرز من تجين هيك تسوين عليه تطلعوا بيصير مثل البودره. طيب اي رز راح نختاره؟ الرز اللي راح نختاره الرز اللي نعمل فيه رز بحليب. انت ام بيت وطباخه وتعرفين تطبخين، اي رز نستعمله للهاي اللي يكون الرز المكسر صغير جدا جدا ويكون شويه هيك مدبدب، زيت مدبدب شفتوا؟ طيب حبايبي راح ناخذه ونقعه يوم كامل بس نشوفه انه نمسكه بايدنا وينهرس، يعني هو صار 100%. ليش هاي الخطوه ام يوسف؟ عشان من تمديه على البشره تبعتك يكون ينمد بكل سهوله. طيب اليوم الوصفه تبعتنا اللي انا حكيت لكم عنها اللي لا شيخوخه بعد اليوم، تطلعوا هذا الكريم الاصلي 100% خلال اسبوع راح تختفي عندك كل التجاعيد. راح تلقين هذا الفيديو حبايبي الرابط تبعته في صندوق الوصف ان شاء الله. خواتي هلا هلا بالقناه، يا ريت تزورون القناتين دائما وتزوروني على الانستغرام ان شاء الله حبايبي والفيس، راح تلقون وصفات كثير حلوه كمان وسريعه انزل لكم اياها. طيب خواتي شو راح كمان راح نستعمل؟ راح نستعمل معاه حبايبي اما مي من الحنفيه، يعني مي نشربه، او نستعمل معاه الماء الورد ملعقه كبيره. زين وراح ناخذه ونروح فيه الى الخلاط نخلطه كثير كويس. حاول اني اسويه وحاولوا هيك خلطوه كويس وراح نروح نوديه على الخلاط. طيب حبايبي بعد ما خلطناه كثير كويس وسويناه سائل مثل الحليب، سائل مثل الحليب وحورجيكم كيف. اوبس انا حطيته مو مشكله.
طلعوا حبايبي سائل مثل الحليب سويناه، ضروري جدا انك تسويه. طلعوا حبايبي شلون اجى سائل مثل الحليب هيك، ضروري جدا يكون سائل مثل الحليب، سهل المد على البشرة. طيب ممكن تاخذين من عنده شوي، يعني تطلعين من عنده شوية وتحطيه حول منطقة العين مع قليل من بياض البيض. يعني هاي الوصفة ما راح تتخلى تحت العين، بس ممكن تاخذين قليل من هاي الوصفة. وشو بتسوين؟ يعني ملعقة كبيرة أو ملعقة وسط، ممكن تزيدين من البداية الكمية. وشو بتسوين حبيبتي؟ تاخذين من هذا وتحطين عليه فقط بياض البيض، تخلطين مثلا إذا أخذتي ملعقة كبيرة من هذا الماء الأرز، تضيفين عليه ملعقة كبيرة أو وسط من بياض البيض، تخلطيه كثير كويس. وهذا كل يوم حطي بياض البيض مع الأرز، كل يوم حطيه على حبايبي حول العين، وممكن على الوجه بالكامل، راح يخلي وجهك مثل القمر، بيشد البشرة بشكل فظيع جدا جدا. هذه الوصفة اعتمديها كمان كوصفة بالصيف لبشرتك، مو بس تشد التجاعيد وتبيض كمان الوجه بشكل ملحوظ 100%. زين حبايب، ممكن كمان أعطيكم وصفة سريعة، ومعليش أنا عشانكم تاخذين ملعقة كبيرة من عنده وتضيفين من هذا ماء الأرز، وتضيفين معاه ملعقة صغيرة جدا من العسل، ملعقة صغيرة جدا من العسل، وتخلطيه كثير كويس وتحطيه حوالين العين. طيب ممكن نضيف لأي زيت، ممكن نضيف حتى مع بياض البيض في كبسولة من فيتامين إي، رهيبة جدا جدا كبسولة فيتامين إي. طيب هاي الوصفة كيف راح نستعملها؟ طيب يا يوسف ما حكيتي لنا هاي الوصفة كيف راح نستعملها. هاي الوصفة راح نستعملها بطريقة كلش سهلة وبسيطة. راح ناخذ الشبة، عشان هيك قلت لكم مرة واحدة باليوم. طلعوا هاي الملعقة، هيو هاي الملعقة تبعت الشاي الصغيرة، تاخذين ملعقة وهيك هيك حاولي وحطيها هون. طيب شو راح نسوي حبايبي؟ نخلط الشبة مع الأرز ونحركه كثير كويس. طيب أم يوسف صارت الكمية معانا، خاف نقول مثلا كبيرة وما قادرين، وشون هاي هيك الوصفة نكبها؟ لا ما راح نكبها. شو راح تسوون حبايبي؟ تاخذيها وتحطيها على الرقبة بالكامل، تاخذيها وتحطيها حتى على الصدر تبعك. شو بتسوي بالصدر؟ بالشدة شد وترجعك كأنه بنية بتبيض، ولا حبلتي ولا جبتي. بالنسبة للصدر لو استعملتي وظليتي مستمرة عليه. بالنسبة حبايبي للبشرة، طيب حبايبي هاي الوصفة تخليها على البشرة وتركيها لحد ما تنشف تماما، بس تنشف غسليها. ممكن حتى نحطها على الإيد، بتبيض الإيد وتشد التجاعيد. أتمنى حبايبي إنه هذا الفيديو ينال رضا الجميع، وأتمنى من عندكم حبايبي إنكم تدعمونا باللايك والشير والاشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامة.